اعمل اللي انت عايز تعمله. مشاهدينا نحييكم من جديد. كثيرا ما تحدثنا عن زواج القاصرات ونبهنا منه لاعتبارات اجتماعية ونفسية وصحية، والمجتمع أيضا ناقش هذه القضية بوضوح. خلال الأيام القليلة الماضية أو خلال السنوات القليلة الماضية لاحظنا تزايد ظاهرة زواج القاصرات. هي نفس الأسباب الاجتماعية اللي دايما بنسمعها، ليه أنا عاوز أمنع البنت من الانحراف، أنا عاوز أختار للبنت أو للولد وعايز أمنع كمان الولد من الانحراف. فالزواج في هذه السن مهم جدا بالنسبة لبعض العائلات. كمان في أسباب اقتصادية، في البعض مدفوع بعوامل اقتصادية مادية بيقوم بتزويج ابنته تحت السن القانوني اللي هو بيدخل في نطاق زواج القاصرات. وفي أسباب مختلفة تانية، منها ما هو متوارث بشكل كبير، بعض الجمل وبعض العبارات اللي بيتم استخدامها، ان بنتك لما يجي لها حد فتتجوز، بالإضافة ان الناس كمان عندها مخاوف العنوسة المستقبلية، يجي لها زوج حتى لو كانت طفلا زيها فنجوزها. طب الناس محتاجة ان احنا نناقشهم، القانون وحده ليس هو الحل، انت محتاج ان انت تناقش العائلات ونشوف ايه الاسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية اللي بتدفع لانتشار ظاهرة زواج القاصرات. احنا معنا طفلة وطفل بموجب القانون تزوجة 15 سنة 14 سنة. طيب هنسأل ايه الاسباب اللي دفعت لده، وبعدين حق الاختيار المسلوب هنا، ايه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. هأقدم اولا زينب علي، استاذة زينب علي الناشطة الحقوقية، هتناقش معايا ده من زاوية الاسباب اللي تحدثت عنها. استاذة زينب اهلا بيكي. اهلا بيكي. وهقدم كمان فاطمة سعيد عثمان العروسة. فاطمة اهلا بيكي. فاطمة انت عندك كام سنة؟ 14 سنة. وهقدم العريس احمد عبد العزيز. يا احمد اهلا بيك. احمد انت كام سنة؟ انا 15. 15 سنة. هقدم الاب والد فاطمة سعيد عثمان. يا عم سعيد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب خليني اولا اناقش ده من البداية. يا عم سعيد هنا اولا خليني اسال بس فاطمه، فاطمه انت مكمله في المدارس؟ انا لي يعني بقالي كتير ما روحتش المدارس. انت في سنه كام؟ في اولى. اولى ايه؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي، يعني توقفتي في اولى اعدادي ما روحتيش مدارس؟ انا المفروض ابقى في ثالثه اعدادي بس عايده سنتين ما بروحش. ما بتروحيش بقالك سنتين؟ ليه توقفتي ليه؟ عشان الظروف اللي احنا فيها وكده. ظروف اقتصادية، فلوس ولا مشاكل تانية؟ لا، كان في سنة بابا محبوس فيها عدتها. والسنة دي برضو كان عندنا ظروف كده مع والدتي وكده وما روحتش. طيب يبقى مشاكل اجتماعية اسرية يعني هي السبب. طيب احمد خلينا اسألك، انت مكمل في المدارس؟ ايوه. انت في سنة كام؟ تالتة اعدادي. تالتة اعدادي بس انت ما تخلفتش خالص؟ ما تخلفتش ازاي يعني؟ انت مكمل في التعليم. ما توقفتش زي ما فاطمة توقفت يعني. في تالتة اعدادي السنة دي. اطلع تالتة. طلع تالتة. ربنا يوفقك ان شاء الله. في تالتة اعدادي و15 سنة وفاطمة 14 سنة. احمد هنا الزواج بقى من فاطمه بدا ازاي؟ قلت اخد بنت خالي وقعدنا اتفقنا عملنا الخطوبه من 24/4 ماشي، وقلنا لما تم انا 19 سنه وهي تم 16 هنكتبه كده حضرتك. فايه لما حصل الظروف دي هو عايز يطمن عليها عشان
كانوا مهددوه بالقتل، فهو عايز كان يطمن عليها قبل ما يحصل له حاجة. فقال يتم الجواز يعني. ايوه. طيب هنا ما البعض ممكن يقول انت في تاني اعدادي، يعني انت لسه طالع، بس وقتها وقت التفكير في ده انت في تاني اعدادي، ايه اللي يخليك تفكر انك تعدي المراحل السنيه بتاعتك كده وتقول لما اتجوز؟ يعني الناس بتتجوز بعد ما يعني لما تكبر، ايه اللي خل يعني كان عندك انت رغبه شخصيه في ده؟ كنت أيوه. انت عاوز ده؟ ايوه. شايف ده منتشر في مجتمعك كتير في البلد اللي انت عايش فيها؟ انت منين؟ انا من القليوبيه. من القليوبيه. شايف ده عادي يعني، ده يعني انت ما بتعملش حاجه جديده، يعني ده منتشر ان في ازواج زيك في نفس سنك. ايوه. ما قلتش انا طفل وعايز اعيش الطفوله شويه، يعني اعيش مرحلتي. بس انا حضرتك، انا عارف ان انا نفس راجل وقد المسؤوليه. طيب بتشتغل يا احمد في الـ في الـ وانت بتدرس او انت في الاجازه؟ بشتغل ايه؟ بشتغل في محل صابون منظفات. في محل منظفات. ايوه. وبتشتغل فيه حتى وانت في المدرسه؟ ايوه، باجي بخلص دروس وحاجتي وبفتحه وبشتغل. طيب هنا استاذ سعيد عايز اسالك من الواضح، بس هسال فاطمه الاول على اختيار. فاطمه انت هنا بيبقى لك حق الاختيار ولا الاب بيقول لك هجوزك فلان؟ لا، هو سالني قلت له موافقه. موافقه. يعني بيديلك الحق في انك تقولي اه او لا. فقلتي قعد معايا وسالني وكده، قلت له اه يا بابا موافقه. ما بتقوليش بقى انا لسه طفله بموجب السن، لما ليه اقفز على على حياه الطفوله وادخل الجواز؟ ده مسؤوليه وعاوز عوامل معينه تبقى، ما فكرتيش في ده؟ لا ما فكرتش، بس انا كنت يعني عارفه ان انا هكتب كتابي من 16 سنه، ولما حصل مشاكل وبابا الناس هددوه كده خاف علي، قال لي يا بطه لازم يعني اكتب كتابك عشان اخواتك وكده، قلت له ايوه يا بابا، لما الناس هددوه كده ومفيش حته نروحها ملناش حد. وبعد كده عملته فرح ودخله. فرح ودخله. عملته فرح وبعدها عملته الدخله، يعني الجواز. انا شايف فيه عملته فرح يعني. مفيش دخله. حضرتك مفيش دخله، احنا عملنا حاجه اسمها وعد بالجواز. وعد بالزواج. ماشي؟ القانون بتاع 2001 ماشي بيدينا الحق ان هي تتجوز. وبعدين حضرتك بتكلمهم، هم اساسا مش مستوعبين الكلام اللي حضرتك، هم بياخدوا ايه انا يعني حاجات معينه وبيردوا عليها. عشان حضرتك بتسال اطفال. ما انا بسال اطفال فيما يتعلق، ما شفت انت بتقول ايه، بتسال اطفال. تمام. ما انا عشان اشوف الطفل ده اللي انا خليته بقى ما يعيش الطفوله. الطفوله حضرتك خليته قفز. الطفوله حضرتك في مصر اللي بتتكلم عليها عباره عن ايه بالظبط؟ ايه هي الطفوله؟ لا انا خليني بس اسالك، ما هي الطفوله ان انا اتعامل معاها لانها طفله. ماشي يا باشا. لما اتعامل معاها اخليها تقفز على الطفوله كده وتبقى زوجه في السن ده، ما هو ده كده انا اصلا دهست الطفوله يعني. الطفوله هي ان الطفل بيعيش عمره. تمام. بيعيش سنه. ماشي. بيبقى عاوز احتضان واهتمام وضد طفله ممكن تلعب، وهو طفل ممكن يلعب. وبيحتاج في السن ده انه يعيش حياه الاطفال والطفوله. كلام حضرتك مظبوط، بس الطفوله اللي حضرتك بتتكلم عنها ولا العفه والشرف والكرامه؟ العفه والشرف والكرامه. انت شايف انه انا بجوز البنت عشان العفه والشرف؟ عشان اعفها وهي تعف نفسها. مفاهيم العفه يعني انا لازم احميها من حضرتك، احنا من الانحراف او من انه اي حد يلعب في دماغها بعد كده يعني. حضرتك احنا لينا ظروف خاصه، عايز تعرف حضرتك اسباب. لا خلينا الاول الشكل العام، انت بتقول فيه الاسباب العفه يعني، وبعد كده شوف الاسباب، لان هي بتقول انه اصل في حصل تهديدات. احنا اتفقنا حضرتك عملنا خطوبه وقلنا ان لما يتم سنهم القانوني نكتب لهم، وهو يخلص موضوع الجيش بتاعه ويعتمد على نفسه هنجوزه.
عشان انا اللي مربيه وعارف اخلاقه كويس. حضرتك انا دلوقتي مطلق والدتهم تمام، ومناش حد البنات يهتم بيهم. طب يعني انت الاسباب عندك بس واحد، حماية العفة والشرف، ولا في اسباب اقتصادية؟ لا، الاسباب مش اقتصادية ولا اسباب العفة والشرف بس، اسباب امنية. اسباب امنيه ده بالنسبه لك بس انت، ده عامل تاني يعني. وبالنسبه لهم هم، لو حضرتك عايز تسالهم هم ويكلموك بصراحه هيكلموك بصراحه، بس حضرتك اسالهم اسئله هم يفهموها. طيب ما هو اسباب امنيه دي يعني اللي هي البنت قالته انك انت في حد بيهددك، يعني في تهديدات. يا باشا التهديد ليهم هم وليا انا كمان. طب من زوجتي. هل الجواز يحمي من التهديد؟ يحمي لو انا حجرالي حاجه، عشان انا الوقت رب الاسره، انا اب وام بالنسبه لهم، فانا لو جرالي حاجه مين اللي هيشيل مسؤوليته؟ طيب يعني انت بتضمن مستقبل البنت بانك اما اضمن لها حياه، بحيث لو حصل لي حاجه تبقى البنت عندها جوزها. يعني البنت دلوقتي حضرتك عندها استعداد انها تغلط بطريقه ما تتخيلهاش. كلنا بنشوف البنات في الشارع عامله ازاي، كلنا بنشوف الشباب في الشارع عامله ازاي. انا نفسي انا بشوف الحقيقه، بشوف في بنات عائلاتهم بتربيهم وبتعلمهم حتى لو بترميهم في البحر بعد كده تمام. انما حكايه تشوف البنات وكان البنات كلها ماشيه في الشارع، لا ما قلناش كلها حضرتك منحله يعني. لا 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 ما قلناش ان كل البنات منحله، بس ده احد الاسباب عندك. ما هو خليني ما احد الاسباب يعني. عندي حضرتك ان انا اتجوزت ماشي، وفي قضيه دلوقتي مرفوعه ماشي، وزوجتي بتهددنا كلنا بالقتل ماشي لاكتشاف. طيب بعض الحاجات ده الجانب اللي هو عندك الخاص، اللي هو فيه ادليه عوامل تانية. انت حضرتك عندك استعداد تسمع لي؟ ما انا بسمعك ماشي. بس انا مش عايزك تدخل، انا ماليش علاقه، انا مش هقول اسماء حضرتك بمشاكل اسريه. ما انت عايز اسباب، حضرتك عايز اسباب، وانا طيب لازم اقول لك السبب لك الرئيسي لا. مرات الاب ماشي اكتشفت بعد زواجي. لا ما لو مش هكمل، لو انا مش هكمل، لو سمحت انا مش هكمل اللي اتعاقب عليه. طيب حضرتك يعني في مشاكل اسريه، واحد مشاكل اسريه، حضرتك اكتشفت ان هي حامل. لو سمحت لو سمحت ما احبش انك تسيء. لا 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 انا ما بسيئش لحد، انا معايا الورق والاثباتات. طيب وانا ما بدخلش في الموضوع. طيب من حق يبقى مش من حق. انا السؤال مش من حق حضرتك تقعدني القعده دي قدامك انا وبنتي وجوز بنتي الا لما تسمع لنا. لازم، ما انا بسمع لك. خلاص انت قلت اعرف الاسباب. انا طيب اساسا بناشد وزير طيب الداخليه بحمايتنا. طيب يعني انت من ضمن الاسباب انه في عوامل متعلقه بتاعتك. ايوه حضرتك عايز تضمن. ايوه انا حضرتك اتجوزت، انا حضرتك اتجوزت، انا مش هقول اسماء، انا مش ولا وقائع لو سمحت. طب ما حضرتك اكتشفت ان هي حامل. طب اسأت اختيار لو سمحت، لو سمحت من الحمل. اسأت اختيار. طيب هل لما تسيء اختيار دخلت بيت من بابه. طب هل لما تسيء اختيار ده يدفعك انك تقول طيب لما اضمن لبنتي انها ما تقعش في نفس المشكله، بضمن لبناتي الثلاثه ان يبقى في ليهم بيت اختهم مفتوح يا فندم. طيب انا بنتي تعرضت اول امبارح ماشي للتحرش، واتعمل محضر في اسم حلوان ومفيش حد اهتم بالامر. طب ما بتعمل محضر وبتاخد يا باشا ماشي. امتى يا باشا؟ امتى حضرتك؟ امتى؟ امتى؟ امتى لما انا مش قادر اثبت حقي ان انا اكتشفت ان مراتي حامل؟ طيب لو سمحت تاني مش هدخل في بعد اسبوع واحد مش هدخل في مناطق شخصيه. ده خلاص يبقى ما هو اكتشفت وتلجأ للقانون. ما حضرتك اللي بتتكلم طيب معايا في زينب. مناطق شخصيه. استاذه زينب، استاذه زينب، هو الاب واحد بيتكلم على انه عنده اسباب مشاكل اسريه. يبقى مشاكل اسريه. اتنين هو شايف انه انا بحمل بنت بالعفه. هو ثلاثه ممكن يكون مشاكل اقتصاديه، انه يعني بيضمن، يعني بيقول ممكن يحصل له حاجه فبيضمن ان يكون لهم بيت. ونفس هذه الاسباب هي اللي موجوده عند ناس كتير بتدخل في زواج. لما بنسالهم انت جوزتي بنتك ليه كده؟ فاولا خايف من حضرتك مش مكملين البرنامج على الهوا. يلا يا طيب. احمد يلا يا فاطمه احنا مش هنكمل. خلينا نشوف 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 جزء من الفرح كده. جزء احنا مش هنكمل.
تعالى بس من الفرح. أستاذ زينب بشكل عام قبل ما نناقشهم، يعني بعض العائلات بيبقى عندها إما تفكك أسري، مشاكل اجتماعية هو اتكلم عنها، مرافع قضية على الـ 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 الزوجة، يعني اكتشف وضعا ما وبياخد حقه بشكل قانون، فبيبقى هنا الخوف على البنت. واحد اتنين، هو شايف انه كمان ازاي الدفاع عن العفة، بيقولك انت مش شايفه اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي؟ ما هو ده مش مبرر. هو انا اصلا مش فاهمه ايه ظروف الجوازه اللي هو بيتكلم عليها. هو الاول لما حضرتك قلت لهم اتجوزتوا قالك لا ده مش جواز. طب ده ايه يعني؟ انتوا عملتوا الفرح ده بناء على ايه؟ قعده عرفيه وعملتوا اتفاق كده بين حضرتك؟ دي كانت خطوبه يوم 24/4. ماشي، ما انا بفهم منك. عملنا حضرتك عملنا وعد بالزواج من 3 ايام او من 4 ايام بالظبط، وكل واحد قاعد في بيته. يعني هي قاعده معاك وهي كل واحد قاعد في بيته، دول اطفال هيتجوزوا ازاي؟ طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان هما الاثنين اطفال. ده هو ماشي. قانون الطفل اللي هو اللي حضرتك معترض عليه وتقول فيه تمام. بس المشكله الاكبر ان انا ماشي بعد الخلافات اللي بيني وبين زوجتي دي، ما هتكبر، ان الخلافات عماله تكبر، هما الاثنين هيضطروا هيلاقوا نفسهم قاعدين في بيت واحد مع بعض، مش عارفين اساسا هما يعملوا ايه. فيعني فهيضطروا يتجوزوا يعني. انت كده ما حميتهمش على فكره. لا انا حميتهم. حميتهم من ايه؟ ده هما الاثنين محتاجين حمايه. حميتهم. ممكن تسمعي لفاطمه. ممكن طيب تسمعي لفاطمه ايه المشكله اللي هي وقعت فيها؟ خلينا نسالك فاطمه بس صح. بس زي ما اتفقنا ما فيش، لا ما تقوليش اسماء. هل المشاكل الاسريه بتبقى هي السبب اللي بيدفع اللي دفع والدك لكده واللي دفعتك للموافقه؟ انا بس عايز نحمي حقك في الاختيار، وحقك في انك تعيشي المرحله العمريه بتاعتك، انك طفله دي مرحلتك، تعيشي الطفوله. يعني ما اقولش اسمها. لا يعني هل دي مشاكل اسريه هي السبب؟ اه، عشان هي كانت بتخليني اكلم صحابها شباب. طيب يبقى خليني بس، عشان يبقى انت شايفه ان المشاكل الاسريه وكمان الحياه مع زوجة انت بتقول انا اسأت فيها الاختيار، يعني هو ده السبب؟ لا يا فندم، انا عملت اللي ربنا قال عليه، تنكح المرأة لأربع، وفي الاخر قال لك فاصفر بذات الدين. انا دخلت بيت طيب. ماشي الاب امام جامع وبيصلي. خلينا اناقش انعكاسات ده على فاطمة، شوف انعكاسات ما على فاطمة ده. وانا هقدر اقول لحضرتك على اختها، على اخواتها كمان. ما هي انا فاطمة. انا بس يا 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 يا, يا, يا خليني سعيد بس يا فندم، خليني سعيد. بس سعيد اشوف سعيد.
اللي بيهمنا زواج القاضي، لان معظم الحالات هتلاقيها بتطلع من مشاكل زي دي. ماشي، ما هي طيب. دلوقتي واحده هل كمان العوامل، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا حداد، عندي ورشه حداده صغيره. طيب هل العوامل الاقتصاديه مش انت بتقدر تكسب كويس ويمكن انك تنفق على ربنا؟ ربنا بص، ربنا حضرتك قال لك اذا خالفتني في فريضتي لن اخالفك في رزقك، فربنا بيبعت لكل واحد رزقه. طيب انا هسال المحامي اهو بتاعك الاستاذ، عشان هو استاذ المستشار كمال. طيب هنجيبه. طيب استاذ زينب، مهما المنظمات الحقوقيه ومنظمات المرأة هتطلع تقول ان ده غلط وده انتهاك لقانون الطفل، ما غصناش في مشاكل الناس في المجتمع، بيبقى في واحد التفكك الاسري، اتنين العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه، ثلاثة الخوف من اللي هو بقول عليه، يعني انا عايز احمي بيحميها العفة. بيحميها من المجتمع اللي حواليها ومن التحرش زي ما بيقول. بس مش بنتك لوحدها بتتعرض للتحرش، ده مئات البنات كل يوم بتتعرض للتحرش. بس مش معنى كده ان كل اب هياخد بنته يجوزها وهي عندها 15 سنه. امال حضرتك معنى هي طفله في قانون بيحمي. امال حضرتك معنى يعني كده اعمل ايه؟ ما هو لو كل اب جوز بنته وهي طفله عندها 15 سنه هي لسه هو لسه انا تليفون قد صباحها بعيد عن جوه واتكلم واحد ويعمل دي مش مهم التليفون بس خليه. لا بس هو قال جمله بسمعها ايضا من ده، فبيقول ايه؟ ما احنا اجدادنا كده، هو قال لك ستي كده. ما هي دي الحاجه اللي كل الابهات بيلجؤوا لها. لا حضرتك يعني احنا ماشي، احنا حضرتك انا سمعت حضرتك ما قطعتكش، انت حضرتك ما سمعتليش، انا ما قلتش حاجه. طيب خليها بس في الجزء ده، في الجزء ده اجداد، انت قلت حاجه دلوقتي. خليها يا استاذه بقول لك احنا في موضوع ماشي، انت بتتعرض لضغوط، انت عندك مشاكل ماشي. وخايف على اولاد، انت كده حميتهم؟ طب ما انت دلوقتي لو فرض ان انت حصل، طب ما هو انا اتجوزت وجبت لهم اللي هيحميه، ما هو نفسه محتاج اللي يحميه، ده هو 15 سنه، ده هو نفسه محتاج اللي يحميه، خايف على اولادك ان هو لو حصل لك حاجه، صح؟ مش هو ده الكلام اللي انا بقوله؟ يعني انا اكتشف لو انا طب احمد خلينا نسال احمد بس، خلينا نسال احمد، انت شايف انك بتقدر تتحمل المسؤوليه كزوج يعني في السن ده؟ انت 15 سنه طالب في الاعدادي، يعني انا عايزك تنقل للثانوي علشان بعد كده تدخل جامعه، في شغل، في تكوين مستقبل، وفي يعني في بس انا يعني انت شايف انه انت كطفل تستطيع انك تتحمل مسؤوليه الزوج الزواج بمسؤولياته المختلفه ايوه، وتبقى انت بتقول انا في ثالثه اعدادي وبدرس وفي نفس الوقت مسؤول. شايف انك قادر على المسؤوليه؟ طيب هو ده هو بيجمل اللي هو خاله بالخيال، لا اقارب كمان، لا انا مش خاله، هو قال خاله، هو بيقول لي يا خالي عشان انا مربيه. تمام طيب انا بس سؤالي سؤالي هتظل، احنا ما بنغصش في المشاكل الاجتماعيه، احنا بنكلم الناس من اوض مكيفه، لا مش مراكز حقوقيه، يعني ما بنغصش شويه، يعني حتى ما بنشوفش في محكمه، انت عندك مثلا في محكمه الاسره قضايا كتير وحالات الطلاق كتير جدا، والحوالات الزواج المبكر والطلاق اللي بيحصل عنها والتفكك الاسري والاطفال المشردين دي منتشره جدا. التصرف ان انا اجوز بنتي ان انا فرحانه بيها ان البنت كبرت وعايزه اجوزها واطمن عليها زي الاستاذ سعيد ما بيقول، في كتير من الاسر بتلجا للحيله دي، تقول لك انا خايف. لو سمحت انا ما بلجاش الحيله، اسمعني بس، انا ما بتهمكش بحاجه، ماشي، انا بقول بتكلم على اسر بس، خلينا حضرتك قلت زي استاذ سعيد، بقول حالات يعني ماشي. يعني الحجه طب انا اسمع بس الحالات بتاعتها سعيد واسمع رايك. البنت لما بتتجوز في السن ده هي غير مهيئه لا نفسيا ولا جسمانيا انها تتحمل مسؤوليه اسره، هي طفله عندها 14 سنه. امال تهرب حضرتك؟ مرات ابوها كانت عايزاها تهرب وتطفش مع واحد لمجرد ان هو ضابط شرطه. طيب ما احنا هنا يا استاذ سعيد، بس انا عايز افهمك حاجه، عايز افهمك حاجه، بعض المنظمات الحقوقيه هنا تقول ايه؟ انا مسؤول عن، احنا لازم ندافع عن الاولاد والبنات. انت متخيل حضرتك ان احنا بنوصل للمنظمات الحقوقيه؟ طيب ما احنا بنناقش عشان نوصلك لده. الحالات الغير قادره ماديا احنا بنتبنى حالتهم عندنا في المنظمه. الاطفال بس يعني منظمه حقوق الانسان مش الاطفال، حضرتك بتتكلم الضحايا، الضحايا عامه في اي سن،
سن بنتك اي سن، انا ما بتكلمش على الاطفال، بتكلم على الضحايا. لو هي فعلا ضحيه، طبعا احنا عايزين وعد صريح من حضرتك دلوقتي ان انتوا تتبنوا المشكله كلها. طبعا هو اي منظمات معنيه اللي هي بتتكلم دايما، بس ما تصورش ان هو ده الحل، ان انا حلها ان انا مش لاقي حل قانوني ان انا اروح اجوز طفله عندها 14 سنه. احنا عملنا حضرتك وعد بالزواج، انا بتكلم عربي، عملنا وعد بالزواج، عامل احتفال وعامل ايه في قانون يعاقبني ان انا بحتفل؟ محدش يا استاذ سعيد، القانون سعيد، واحنا جايين، انا عايز افهم حاجه، احنا جايين قلنا ايه؟ احنا بنناقش ايه الاسباب، مفيش حد بيحولك الى المشكله. ما احنا ازاي نحافظ؟ ممكن تديني دقيقه واحده؟ ازاي بس نحافظ؟ خليني ممكن حضرتك بس. ماشي، طب انا ضيفك، ما يهمش، انا بسالك وانا ضيف حضرتك. ايه اللي يخلينا ما نحافظش على ان الاطفال يعيشوا مراحل الطفوله؟ ما بتسمعش دايما الناس قاعده بتحذر من زواج القاصرات وانها قضيه مجتمعيه؟ خلينا احنا جايين بنناقش بعض، يعني انها قضيه مجتمعيه، وتعالوا نشوف ايه الاسباب اللي بتدفع العائلات لكده. يعني قلت لحضرتك الاسباب اللي دفعتنا للزواج الاطفال، ان انا مراتي اكتشفت انها حاملت بقى اسابيع بعد اسبوع من الحمل. هل انت كونك مريت بتجربه، مريت انا لسه في يخليك تجربة. تقول لما ما هو ده، هل هم دلوقتي بيهددوني بالقيمه وبيهددوني بالحبس واكرهوني على امضاء اصالات بس أمانة. مش ده السبب بس، ما انت عندك اسباب تانية. ما انت قلت جدي وجدتي عملوا كده. طب انا ما انت قلت العفه، ما انت شايف البنات بتعمل ايه. ما خلينا نناقش سبب. استاذه زينب، هل في كل القضايا اللي انت شفتيها في محكمه الاسره هي نفس الاسباب دي؟ غالبا ما بتطلعش عن كده، التفكك الاسري، الفقر، الظروف الاقتصاديه، الطمع. طيب في بعض الأحيان هل القانون لما بيكون هل القانون اللي هو فكرة التجريم جابت نتيجة؟ للأسف لا، بيبقى فيه تحايل شديد قوي يا استاذ وائل. يعني بيبقى فيه حالة زي الحالة اللي قدامنا كده، بياخدوا شكلين. لو هي الجواز ده عاملينه في قرية، فبيروحوا عاملين كده قاعدة عرفي كده بين العيلتين، وبيكتبوا العريس على إيصال أمانة عشان لما يوصل للسن القانونية يكتب عليها رسمي. وفي هنا بقى بعد كده بتقابلنا مشاكل التوثيق الجواز ده، ومشاكل اثبات النسب بتاع الاطفال. في بعد كده بنلاقي الولد لما بيكبر خلاص بقى زهق من الجوازه دي، عايز يفركشها باي شكل، ما هوش عايز يوثق الجواز ده، يحوله جواز رسمي. بيبقى في اطفال مجهولين الهويه، لا عارفه تثبتهم لابوهم، ولا عارفه، ولا تبقى هي البنت نفسها، لا هي طفله ولا هي زوجه ولا هي مطلقه، بتبقى معلقه في النص. وبترجع كل المشاكل اللي هو اللي بيقولها سبب من اسباب ان هو بيحميها من عشان العفه والشرف، هي بتلجا ساعتها للانحراف لان ما عندهاش مصدر دخل تاني. يبقى انت كده، انت اللي وصلتها لكده، يبقى انت كده ما حميتهاش. ده انت اللي عرضتها لده. حضرتك اللي قابلنا قالوا ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك في السن المناسب. ده هو قانون الطفل اصلا. حضرتك مش عايزه تتخيلي ان الشرطه مش عايزه تتدخل في المشكله. طب وهي حق الاختيار، انت بتقول انا عشان ابوها قيادي من قياده اخوان حلوين، ابوها خلينا كل ده انت اخوان حلوين، انت جزء في المشكله عندك ان في تهديدات امنيه. خلاص نشوف هذا الجزء. خلينا بس يا طيب، خلينا ممكن حضرتك نعمل مداخله مع الاستاذ المستشار بعد ما احنا ما احنا بنجيبه لسه لغايه دلوقتي ما غاد. بس انت هنا بخلافه بقول لك انه انا بخطب لها عشان هو اساء الاختيار، فمش عاوز هو يختار لها هو عشان يعوض سوء اختياره في اختياره البنت. أيوة، حاجه بنتي حاجه بنتي حضرتك بنتي حضرتك انا اسف الاول ان انا منفعل، بس انا كاب لثلاث بنات لازم انفعل. انا لما خلاك اصل انت قلت انا كمان هجوز البنات. أيوة، خدوا البنات. ما احنا عايزين نشوف يا سعيد. ده حق مجتمع، زي ما بتلاقي فيه بعض المجلس القومي للمراه بس يقول احنا، يعني حتى هو نفسه، مفيش حضرتك هو نفسه بيقيم دعوه في المجلس القومي للمراه. ما الراجل بس في المجلس القومي الراجل ملوش حقوق في البلد دي. مين اللي قال يا استاذ؟ اديني حق واحد للراجل في البلد دي. طيب انا بس عشان ما نديش نبقى ناقشنا الموضوع في سياقي، واحنا لسه بنشوف يعني مجملا في الحاله اللي انا فيها دي. احنا قدام حالات يا استاذ زين بشوفها كتير، منتشره جدا ومنتشره، ومهما لا القانون نجح ولا جهود الدوله حتى من خلال المجلس القومي للمراه ولا المجلس القومي للطفوله ولا كل هذه نجحت، وتظل هذه المجتمعات متشبثة بان واحد اصل اجدادنا عملوا كده، اتنين العفة والشرف، ما انت شايف الوضع عامل ازاي، تلاتة
بيدخل في جوانب اقتصاديه واجتماعيه. في ناس بتبقى ما عندهاش القدره الماديه فيقول لما اتجوز. يعني النتيجه الاجماليه هو انه الحالات بتزيد، وبسمع ده كثيرا من اباء، ومهما نقول ومهما تعملوا من حملات ما فيش فايده، الحالات بتزيد بشكل كبير. والله هو المجلس القومي للامومه والطفوله عانى كتير ان هو يرفع سن الجواز، ان هو يخلي سن الطفوله الطفل تحت 18 سنه. يعني هو القانون رقم 12 سنه 96 المعدل بالقانون رقم 126 سنه 2008 خلى سن الطفل 18 سنه. وقبل ال 18 سنه طبعا المفروض ان هو ما فيش جواز قبل ال 18 سنه، ده اللي احنا بنشوفه. طبعا استنادهم بقى لموضوع ان لا جدي لا لما اتفضل استنادهم بقى لموضوع جدي وجدتي اتجوزوا في سن صغيره، وبعض الناس بيستندوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز السيده عائشه وهي صغيره. طبعا الازهر قال ان ما ينفعش القياس الزمن ايام النبي صلى الله عليه وسلم حاجه، والزمن اللي احنا فيه حاجه ثانيه، العادات والتقاليد مختلفه. ده مش كلامي، ده كلام الازهر. أيوة ما انا بقول لحضرتك هو دلوقتي ما ينفعش القياس لاختلاف البيئه واختلاف تم من مكارم الاخلاق. الله ينور عليك. يعني معنى كده ان شبه الجزيره العربيه كان فيها اخلاق، واحنا عندنا في اخلاق. فين هي الاخلاق؟ الاخلاق موجوده. معلش ما انا مش عايزك يا سعيد، بس حسب التربيه وحسب البيئه اللي هو من حقه يكون منزعج ويقول انا بشوف اللي بيحصل في المجتمع، وبس بيجيبها بشكل يعني بيجيبها بشكل تاني. خليني بس اقول لك انه بعض الناس هتلاقيه بيقول لك كده، ما انتوا شايفين صفحات الحوادث فيها، ما شفنا نماذج كتيره مشرفه، هنشوف الاوائل. نيجي حضرتك نشوف الصور، انا اتحبست وانا في السجن، نشوف الصور اللي بناتي طيب كانوا خليني فيها بس خليني ونشوف الصور النهارده اللي بناتي طيب دلوقتي فيها. خليني بس طب هو عاوز يقول في كل الاحوال، لا بسمعه من ناس كتير ان هو ما انتوا شايفين المجتمع بقى بيحصل فيه ايه. ما هو ماشي، مش عشان المجتمع فيه حالات انحراف او حالات شاذة يبقى معنى كده المجتمع كله منحرف. ما ينفعش اعمم قضيه، ما ينفعش اجيب نموذج واقول كل مصر كده. لا، مصر فيها وفي بنات محترمه وفي اخلاق وفي شباب محترم جدا. ما ينفعش تعمل تقول كل الشباب اللي ماشي في طيب الشارع. خليني بس عشان خليني احنا قلنا احنا طيب. اسرتنا مكونه من اربع افراد كان هيقع عليها الفساد. طيب واحنا عايزين نطلع منه. خليني يا سعيد ده حله بان هم يجوا. ايوه حضرتك احنا علينا ضغوط، احنا لو سمحت حضرتك اتحط لنا بنادق في دماغنا ومضينا بالاجراء. سعيد استاذ سعيد خلينا بس ليه مش عايزين تدخلوا الاستاذ يا فاطمه يا فاطمه يا احمد. المناقشه دي علشان اللي هي خلينا بس لو سمحت يا استاذ سعيد المناقشه دي علشان الاسباب الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بتدفع للمشاهد. طب خليني بس مرات ابوها كانت طيب عايزه تقول خلينا يا جماعه المنظمات الحقوقيه والناس اللي بتتكلم عن حقوق الاطفال لازم تنزل للمجتمع وتشوف ايه الاسباب، خاصه انه هذه القضايا بتزيد بشكل كبير. طب انت